السلام عليكم. نبداو. ما حد المواطن يبكي والحكومة كتزيدو. التلقيح ماشي إجباري. إلا ما عندكش ورقة تلقيح ممنوع تسافر. قاد دير التلقيح الأول والتلقيح الثاني. إلا شدوك بلا كمامة غادي تخلص غرامة 300 درهم عام سيدي. باغي تسافر تشوف مثلا احد الوالدين مريض خاصك تدلي بشهاده طبيه. نعم سيدي. باغي نعم سيدي تحضر شي جنازه خاصك تدلي ليهم بشهاده الوفاه. انت كلشي عندك قانوني. بغيتي تمشي تسافر كتمشي نعم سيدي النقل العمومي لانك من اولاد الشعب. كتمشي يا سيدي كيسلخوك مزيان كيضربوا لك ثمن التذكره في جوج ولا في ثلاثه. تقول غادي لواشنطن. الله يلقيها لهاد القرارات اللي كديروا. حلوا الحمامات سدوا الحمامات حلوا المساجد سدوا المساجد. خرجوا لا ما تخرجوش غتبقاو حتى ل 11 لا غادي توليو ثاني تدخلوا مع التسعود. اش هادشي هذا؟ اش هاد القرارات المفاجئه اللي كتخرجوا للمواطن وما تيفهمهاش؟ هادي اللي بغيت نفهم انا. واش حنا تنبانوا لكم زعما فكار ولا شي لعبه ولا شي شيء ما كنفهموش؟ درنا التلقيح العام سيدي ماشي مشكل. سيروا زعما ديروا داك باسبور ديال زفاته اللي قالوا لكم مات داك جواز ديال التلقيح حتى هو درناه. كتولي شنو والو شنو علاش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تشالاو تشالاو تشالاو.